عفوا التضخم ديال البروستات ولا التطور ديال العلم وتطور التكنولوجيا ولا الانسان يقدر العمليه يديرها في نفس النهار وباقل ضرر. كان لا ريزيكسيون فابوريزاسيون لازير، هادو طريقات العلاج اللي كيقدروا يديروا مريض كيجي يدخل بلوك واقف في رجليه، ماشي عمليه كتحيد من الدماغ انه عمليه جراحيه. كيدخل ديال العمليه اللي عنده 8 تخدير نص محلي، كيتبع معك العمليه كيسالي من الساعه ساعه يقدر وجبه الفطار ياخذها. وكذلك لانه ما يكون سيلانس وما كاينش بعد العواقب كيكونوا، وهذا كيسهل العمليه. وكان المناخ اللي المريض كيكون قبل العمليه انه تفسر عليه جميع التفسيرات باش يكون مرتاح. وفعلا كنشوف ان دابا ولا القضيه عاديه، كانه كيمشي للدار ديالو مع العائله ديالو باش انه بحال ما يفتحش. كتعرف ان 2012 دخل لازر المغرب ولا التقنيات اللي كيديروا بزاف، كذلك لا فابوريزاسيون بزاف وطرق بزاف ديال التطورات. هادشي كلشي باش السيلان ديال الدم ما يبقاش يكون، الناس كياخذوا بعض الادويه كتجري الدم. وهاد مع هاد المده هذه 7 سنين عطات خبره الانسان كيدير بزاف المرضى، كل عنده خبره وكيقدر يكومبيني لي تكنيك اوسي بيان ديال لا ريزون بيبولير بحال فابوريزاسيون ريزيكسيون باش يكون تعطي جميع احسن ريزولتا للمريض في التبول. انك تعرف بروسات ما كتكرطها بحال كدير واحد رسم، ما يمكنش غتكرط يعني كترسم الداخل وانا رسمتي بحال بناي بنا شي حاجه كيصوب كيعرف انه متيقن انه الماء غيمشي مزيان. كذلك انه خصك واحد النحت، اذا ما واحد لار دو ريزيكي ماشي غير كرط ودير ولا دير لازير، انك يبقى هنا مهمه ديال الطبيب والاكسبرتيز كيلعب دور مهم من ناحيه الريزلت ديال المريض لانه يولي بعد ولي يتبو مزيان بدون ضرر وبدون عواقب. كنعرف ان التقدم دابا من ناحيه الحصى ولا ما بقاش الجراحه ولات كلها كتكون من ناحيه الاندوسكوبي، ما بقاش يمكن يفكر الانسان في هذا الوقت 2023 يفتح جراح حصى. اذا المريض يقدر يخرج من الغدد ليه بدون عمليه جراحيه، ان ما حليناش الكور ديالو. وكذلك من ناحيه الامراض الورم كالغدد لا سيغينال وديال امراض الكلي ورم الكلي، يمكن دابا العمليه كدار بمنظار وبروستات كذلك بدون الجراحه. وهذا الشيء مهم، علاش؟ ان المريض كيقدر يخرج الغد ليه حالته بدون جراحه او انسيزيون، وهذا الشيء كيلعب دور من ناحيه الاستئناف العمل ديالو والحياه العاديه ديالو.